قصة غرق فرعون وجنوده ونجاة موسى ومن معه. هل انتهيت من مراجعة الدروس لامتحان الغد يا يوسف؟ أجل، وأنت يا عمر؟ هناك بعض الآيات من سورة طه لم أنتهي من مراجعتها. هل تواجهك مشكلة في الانتهاء منها؟ أجل، أجد مشكلة في تفسيرها. حسناً، سأقرأها معك، ثم أفسر لك الآيات. شكراً لك يا يوسف. قال تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه الآيات تحكي حين أمر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلا دون أن يشعر بهم فرعون. وما معنى كلمة أسري في قوله تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي؟ أسر تعني سر ليلا، وتفسير الآية سر بهم ليلا من أرض مصر. وما تفسير قوله تعالى: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم؟ أي لحقهم فرعون وقومه فغمرهم ما غمرهم من ماء البحر وغرقوا جميعا. وما تفسير قوله تعالى: وأضل فرعون قومه وما هدى؟ تفسيره أن فرعون سلك بقومه طريق الضلال وما سلك بهم طريق الإيمان بالله. وما المقصود بقوله تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن؟ أن الله تعالى وعد موسى عليه السلام بإنزال التوراة عليه في الجانب الأيمن من جبل الطور. ونزلنا عليكم المن والسلوى. وما معنى هاتين الكلمتين المن والسلوى؟ المن هو نوع من الطعام، والسلوى نوع من الطيور. وما المقصود بقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه؟ أي لا تتعدوا حدود الله فيما رزقكم فتنفقوه في معصية الله. وما تفسير قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ يقول الله تعالى إنه يغفر لمن رجع عما كان فيه من كفر وشرك ومعصية بقلبه وجوارحه ثم لزم ذلك فاستقام عليه. أستنتج من هذه الآيات عناية الله تعالى بموسى ومن آمن معه. هذا صحيح، كما أن فيها ظهور آية من آيات الله تعالى الدالة على كمال قدرته ونفاذ أمره على جميع مخلوقاته، وفيها دليل على أن الأصل في الأطعمة الإباحة، وأيضا تحريم تعدي حدود الله تعالى، وإثبات صفة الغضب لله تعالى على ما يليق به سبحانه. جزاك الله خيرا يا يوسف، هكذا أكون قد انتهيت من مراجعة الدروس، وإن شاء الله يوفقنا الله غدا. تعلمنا اليوم من الآيات الفوائد التالية:
وهي عناية الله تعالى بموسى ومن آمن معه. ظهور آية من آيات الله تعالى الدالة على كمال قدرته ونفاذ أمره على جميع مخلوقاته. أن الأصل في الأطعمة الإباحة، تحريم تعدي حدود الله تعالى.